اكيد في خاطرك طلع فلوس وانت نايم. اوعدك بين هذا المقطع بيعلم كيف تطلع فلوس وانت نايم بطرق عمليه، مهما كان مدخولك عالي متوسط او حتى قليل. بعد المقطع هذا بتطلع فلوس وانت نايم 100%. طبعا اذا طبقت الامور اللي قلت لك عليها، اذا ما طبقتها شيء راجع لك. بدا الموضوع يوم جيت انا بتزوج، رحت عند اهلي قلت لهم يا جماعه بتزوج، قالوا لي يا علي كم عندك في البنك؟ كنت توني متخرج. قالوا لي كم عندك في البنك؟ قلت لهم عندي صفر. قالوا شوف يا علي صراحه اذا عندك صفر في البنك فقيمتك في المجتمع تساوي صفر. قلت كيف يا جماعه؟ في اخلاق؟ في صلاه؟ قالوا هذا كله على جنب صراحه، وين الكاش؟ هو الفلوس. فبعدها قررت اني اقرا كل كتاب عن الفلوس. كتاب الاب الغني والاب الفقير يعتبر كتاب جدا بدائي من الكتب اللي انا قريتها. قريت عن التاريخ، قريت عن تاريخ الاموال وكيف الدولار والذهب وهالامور كلها. لازم اول شيء نعرف ما هو تعريف الاستثمار. الاستثمار ينقسم الى شيئين، شيء يجيب لك دخل، يعني مثلا تحط 1000 دولار تجيب لك مدخول شهري 100 دولار مثلا. اول شيء تشتري عشان في المستقبل تبيعه. فمثلا لو نقول بان هذا القلم نادر وسعره الان 100 دولار، انا اشتريته عشان في المستقبل ابيعه ب 1000 دولار لانه هو شيء نادر. هذا ايضا يعتبر استثمار. الاستثمار منها الأسهم، العقار، الذهب وغيرها أشياء كثيرة. وأفضل شيء نتكلم فيه عن الاستثمار هو شيء اسمه القيمة التراكمية. وش يعني؟ أنا لما أقول لك أنك تزيد 10% سنوياً، أنت ما تحطها ببالك أن أنا والله حطيت 1000 دولار بطلع 100 دولار شهرياً. لا، هي الفكرة مش كذا. إذا أنت قاعد تحط 1000 دولار اليوم، بعد سنة صارت 1100 دولار. الآن أنت بتربح مرة ثانية 10%، فأرباحك راح تكون 110 دولار. فرأس مالك الآن صار 1210 دولار. الآن أرباحك ما راح تكون 100 دولار، راح تكون 120 دولار. فبهالطريقة القيمة التراكمية مع الوقت يعني أرباحك تزيد. وهذه الصورة اللي قدامك الآن توضح الموضوع كامل. وهذا الموقع الموجود قدامك نحط فيه مثلا 10000 دولار، ونقول إن إحنا نزيد 5% شهرياً، ونحط 1000 دولار شهرياً زيادة. المتوقع إن نكون بعد 5 سنوات هذا رقم، إذا كنا بعد 10 سنوات هذا رقم، بعد 20 سنة هذا الرقم. أدري هذا رقم مجنون، ممكن تقول لنا كلام فاضي ومستحيل، ولكن هذه قوة القيمة التراكمية، وهذا الشيء اللي خلى وارن بافيت يوصل 70 مليار دولار اللي راح نقول قصته بعدين. وإذا تي تطور من نفسك أكثر، تاريخ 1/9 بيبدأ شيء شغال عليه من زمان، أضمن أنه بيغير حياتك. مقاعد الانتظار قربت تنتهي، فادخل مجتمع نجاح الحلال الحين في وصف المقطع بتلقى الرابط، وانتبه تضيع عليك الفرصة. لانك صدقني بتندم. فانا هنا اقول لك اياها، انا مختم الاستثمار، فاهم الفلوس كيف قاعد تمشي، وفاهم كيف انا ممكن اخليك تتعلم كيف تطلع فلوس وانت رايح. وارن بافيت اللي يعتبر اكبر مستثمر في التاريخ بدا الاستثمار وهو عمره 11 سنه، والبعض يقول انه عمره 7 سنوات. هو بنفسه مش عارف بالضبط، لكن 11 سنه هو بالغلط. الزياده السنويه اللي كانت عند وارن بافيت 22%، وهو حاليا تقدر ثروته باكثر من 70 مليار دولار. انت تعرف لو أن راتبك 100,000 دولار في الشهر عشان توصل 70 مليار دولار ما راح توصل أبدا، مستحيل توصل 70 مليار دولار إذا أنت كنت موظف وراتبك 100,000 دولار. هذا يوضح قوة الاستثمار المرعبة، واللي راح أقول لك إياه الآن هو كلام حقيقي مو كلام تنظيم. وليش أطول الموضوع؟ خلنا نبدأ باللي صار في السنة الماضية في عام 2023 والفرص اللي أنت ضيعتها بنفسك وكانت قدامك، فلوس كانت قدامك وأمامك لكن أنت ضيعتها. نبدأ بالسهم المرعب جدا، سهم انفيديا. في العام الماضي زاد سهم انفيديا أكثر من 220%، يعني أنت حطيت 100 دولار كان بيكون عندك الآن 220 دولار بدون ما تبذل أي مجهود ولا نقطة جهد واحد، وغيرها من الأسهم الكثيرة اللي زادت اكثر من 100 ضعف. وفي سهم ما شفته لكن ما بقول لك اسمه لانه هو سهم حرام، ولكن المهم انه زاد اكثر من 5000%، يعني 50 ضعف. يعني انا حطيت فيه 100 دولار كان بيكون عندك 5000 دولار. ايضا في عام 2023 ارتفع الذهب وصار اكبر قيمه صارت له في التاريخ. فلو انت اشتريت ذهب في عام 2023 الان كان تقريبا زاد عندك 20%، رقم ايضا يعتبر عالي في عالم الاستثمار. البيتكوين كان نازل في عام 2023، هل اشتريته؟ قلت اكيد كلام فاضي وراح البيتكوين. والان البيتكوين في عام 2024 متوقع انه يوصل 100,000 واكثر. هذه الامور صارت في عام 2023، انت ضيعتها وغيرك ضيعها، فاتمنى ان في عام 2024 ما نضيعها مع بعض. لكن قبل ما ندخل بالامور العمليه لازم نتكلم بامور تنظيرية شوي. لازم يكون عندك عقلية مستثمر عشان ما تضيع فلوسك، لأن الاستثمار مش بهالبساطة حط فلوس وبتصير مليونير. لا 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 لا، الموضوع عقد من هذا بكثير بكثير بكثير. الشيء الأول لازم تحطه ببالك، لازم تستثمر بشكل شهري. السوق مرتفع، السوق نازل، السوق في حالة صعبة، أنت مستثمر فلوسك مهما صار. طبعا إلا في حالات نادرة إذا كان السوق سيء جدا، طبعا أنت لا تزودها طبعا وتاخذ كلامي بالضبط، لكن بشكل عام لازم تستثمر بشكل شهري. ونروح للنقطة اللي بعدها، لازم على الأقل تستثمر 20% من رأس مالك.
اكيد بتقول لي يا علي اصلا انا ما عندي فلوس. هنا المشكله ان احنا مش عارفين كيف نقسم فلوسنا صح. فلوسك بغالب الامر قاعده تطير على اشياء تافهه او ممكن التزامات، ولكن التزاماتك نفسها هي ليست التزامات حقيقيه. فمثلا ممكن يكون عندك التزام هو سياره، ولكن سيارتك هي مرسيدس، فهذا ما يعتبر التزام لان انت قاعد تضيع فلوسك على اشياء رفاهيه كنت تقدر تشتري فيها كامري، التيما او غيرها من السيارات الرخيصه، لكن انت قررت انك تشتري مرسيدس، هذا التزام ولكن هو عباره عن رفاهيه. وغيرها من الامور الكثيره، بيت وفيلا كبيره، انك تودي عيالك مدارس خاصه، وغيرها من الامور اللي ما تخلص اللي اعتقد انها التزامات ولكن في الحقيقه هي عباره عن ضياع فلوس. فاقل شيء يحط لك 20% من راس مالك كاستثمار، هذا اقل شيء. طبعا كل ما زاد كل ما كنت تربح اكثر. وشي راجع ونوصل للنقطة الأساسية، لازم ما تكون طماع. حط ببالك بأن إذا أنت كنت مستثمر ما تتوقع أنك راح تصير مليونير الآن، هذا غير عن التجارة. التجارة أنت راح تبذل فيها مجهود، فالاستثمار أنت ما راح تبذل فيه مجهود، فأنت ما راح تصير مليونير الآن ولا راح تصير مليونير في المستقبل، لكن أنت راح تكون واصل للراحة المالية من استثماراتك. فالمتوقع أنك أنت ما تربح كثير، ممكن تربح 10 20 30 50% في السنة. 100% في السنة يعتبر رقم أسطوري جدا، هذا غير التجارة. فالتجارة ممكن تضاعف رأس مالك أضعاف مضاعفة، لكن الاستثمار هذا شيء شبه مستحيل. نبدأ بالكلام العملي، نبدأ بالأشياء اللي بتسويها أنت عشان تطلع لك فلوس وانت نايم. بعطيك أسماء البرامج، بعطيك أسماء الأسهم اللي ممكن تشتريها وتفكر تشتريها، بعطيك اشياء تسويها بطريقه عمليه. نبدا اولا باشهر شيء وهو العقار. العقار ممكن تسوي فيه خيارات كثيره، تبني عقار وتبيعه، تشتري عقار وتاجره، تبيع وتشتري بالاراضي، ولكن هالامور كلها اللي قلتها تحتاج راس مال عالي واتوقع الكل يعرفها. ولكن تقدر انت تستثمر بالعقار براس مال قليل، يعني تقريبا 150 دولار. هذا نقطة ترى مش اعلان. في تطبيق اسمه ستيك يقسم العقار على اكثر من شخص. فمثلا لو كان سعر العقار مليون، يقسمون العقار على 1000 شخص وكل شخص يدفع 1000، فبتكون نسبتكم للعقار هذا هي 0.001. ممكن تقول نسبة قليلة، في النهاية هذا على راس مالك. ففي المستقبل اذا مثلا زاد العقار سعره 50% وبعدها باعوا العقار، فانت بتربح 50% اللي هي 500 دولار، فبيكون عندك 1500 دولار. طبعا هيك على الايجار اللي بيكون يجيك، فانت حرفيا قاعد تستثمر بالعقار حتى ب 1000 دولار، ترى اقل راس مال تقريبا 150 او 170 دولار. ثانيا الاسهم، الكثير يتخوف من الاسهم ويعتقد بانها كلام فاضي بسبب اللي صار في عام 2008. خليني بقول لك المشكله، المشكله في عام 2008 بان الناس حطوا فلوسهم كلها، حطوا اللي وراهم واللي قدامهم، وطبعا هذا شيء غلط في عالم الاستثمار. انا قلت لك توني تحط 20% بس، فمفروض انك ما تحط كل اللي قدام وكل اللي وراك. فاللي صار الاسهم طاحت، فالاشخاص حطوا فلوسهم كلها وخسروا فلوسهم، لكن دائما الاسهم ترجع وترتفع مره ثانيه. فالان احنا راح نشتري اسهم في تطبيق اسمه ثروه. في ميزتين بالتطبيق هذا، الميزه الاولى انك تقدر تشتري اسهم بطريقه عاديه. فمثلا بعض الاسهم اللي انا انصحك فيها، هذه مش نصيحه استثماريه، نصيحه انك انت تشوفها، ممكن تشتريها ممكن ما تشتريها، انا ما اقول لك اشتريها عشان ما تدخلني بمشاكل ارجوك. في نفس الوقت برنامج ثروه عنده ميزه مميزه اللي هي بانه يدير لك استثماراتك، فهو يشتري لك الاسهم، يشتري لك الاي تي افات والاشياء اللي انت تختارها على حسب المخاطره اللي تختارها. فانت تحط 500 دولار وهو يقسم لك اياها بالطريقه اللي هو يشوفها صح. ممكن تطلع من هالشيء 15% 20% سنويا، لكن اذا كنت تداوم بنفسك وتشتري اسهم بنفسك ممكن توصل 100% سنويا واكثر من هذا الرقم بكثير. ثالثا الذهب، ركز معي بهذه الاخطاء لان اغلب الناس اللي يشترون ذهب يقعون بهذه الاخطاء. لا عمرك تشتري ذهب جمالي، لا تشتري اساور، تشتري حلق، هذه الامور ما تعتبر استثمار، هذا يعتبر عبارة عن أشياء جمالية. اشتري سبائك ذهب، ولا اشتري سبائك ذهب من محلات الذهب، روح المحلات المتخصصة بالسبائك لأنه بيكون عندها الأسعار أرخص. ونروح نقطة ثالثة، اشتري أرخص سبيك الذهب، ما تفرق سبيك سويسرية سبيك إماراتية، المهم انك تاخذ ارخص وحده، لان في النهايه هم يهتمون بالوزن ما يهتمون بالدوله اللي صنعت الذهب هذا، والذهب الاماراتي يعتبر واحد من افضل انواع الاستثمار بالذهب. رابعا البيتكوين او العملات الرقميه. البيتكوين في عام 2023 وصل الى 14000 دولار، واليوم وصل البيتكوين 52000 دولار، يعني تقريبا 3 الى 4 اضعاف، يعني لو انت حطيت 1000 دولار فيه بيكون عندك تقريبا 4000 دولار، حطيتها ورحت نمت ما بذلت اي مجهود. العملات الرقميه صارت شيء موثوق، تقدر تشتريها بكل سهوله، واذا تبغى اشرح كيف تشتري العملات الرقميه او تشتري اسهم او اي شيء تكلمت عنه في المقطع هذا، تابعني في حساب الانستغرام، لان الامور هذه كلها شرحتها انا بالتفصيل في حسابي في الانستغرام، في مقاطع معينه شرحت برنامج ستيك، شرحت برنامج ثروه، وايضا شرحت شراء البيتكوين والعملات الرقميه. هذه الامور الاربعه تقدر تطبقها الحين بتلفونك، تحمل برامج وتشتري الاشياء اللي قلت لك عليها، وبكذا تكون انت استثمرت وبدات تطلع فلوس من الانترنت، وبدات تطلع فلوس وانت نايم. وفي مقوله جميله لورن بافيت يقول فيها، اذا ما لقيت طريقه تطلع فيها فلوس وانت نايم فانت راح تبقى طول عمرك تشتغل، ابدا الاستثمار اليوم وبعد 10 سنوات 20 سنه راح تكون مرتاح ماديا، وهي ان شاء الله انا بكون السبب. واتمنى انك تروح عندي في الانستغرام تعطيني فولو وتتابع المقاطع اللي قلت لك عليها عشان تستفيد وتاخذ الشروحات بالتفصيل. واذا تبغى تطلع فلوس اكثر اونلاين او استثمارات وغيرها، اشترك في القناه، لاني في القناه بخليك تنجح بالحلال، اطلع فلوس في الدنيا وحسنات في الآخرة، وبالتوفيق.